أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فوتكا في ديزات، قناة الكرة الجزائرية، المنتخب الوطني وأخبار اللاعبين الجزائريين. بداية ما تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم أو ممكن تكون آخر حلقة عن إعادة المباراة، لأنه دات مسلسل طويل وكبير. من المفروض لو كنا نخمو بعقولنا ما نوصلوش إلى هذا الحد من تتبع الوهم. نعم، كأس العالم باقي له تقريبا 20 يوم، للأسف ما زالت الناس تتكلم عن إعادة مباراة أو تتكلم عن تأهل الجزائر. هما للأمانة مش يتكلموا عن إعادة مباراة، راهم يتكلموا عن تأهل مباشر بطبيعة الحال. كاين أحد الإخوة ممكن نرويشها في الفيديو، نقدم له التحية، وممكن درت تعليق وهو زعف مني وأنا ما كنتش قاصده. يعني هو جا قال لي كاين ناس، هو قال لي كاين قناة معروفة الناس تتبعها، يقول بأن هناك أدلة والمباراة باللي او ان المنتخب الجزائري راح يكون في كأس العالم، وطرح لي سؤال قال لي فبماذا تراهنه؟ الجواب تاعي كان ما كانش موجه ليه، كان موجه للسيد هذا اللي تبعه ولا اللي يتكلم عن الجزائر في المونديال. قلت له يا اخي الحمد لله ربي منحني عقل نخمم فيه، وانا اذا راهنت على شيء اراهن العقلاء ولا اراهن الصبيان. هذا هو زعف ما كنتش عليك يا اخي، ونعاود ونكرر كنت على من ينشر هذا الكلام يقول بان المنتخب الجزائري في كاس العالم، وكانت عندي الادله وما كنتش حاب نهدر، وخلاص رسميا لان الفيفا دارت هذاك المنشور تاع قسما. انا للامانه نقول بانه من نشر لاعاده المباراه خاصه من شهر جوان الى هذا الوقت، قبل الجوان ممكن كاين بعض اللي داوهم غلط، لانه اي واحد يعرف كره قدم يعرف قوانين كره القدم يعرف قوانين الفيفا، هو مقتنع تماما انه من يوم 29 مارس خلاص كل شيء. واللي كان يتبع القناه تاعنا يعرف هذا الشيء، وكنا دائما نقول بانه لا توجد اي يعني لا يوجد اي ملف ولا توجد اي قضيه يسموها اعاده المباراه او تاهل الجزائر الى كاس العالم. هذا كان من المستحيل من الدقيقه الاولى، لكن بعد جوان بعد خلاص يعني افقتوا بانه هذوك الناس كانوا يضحكوا عليكم وكانوا يتمسخروا بكم، كانوا شايفينكم مغفلين وسفهاء. لكن اذا بقيت تجري وراه من جوان لهنا، لا اخي هنا انا نقول بانك اسمح لي الان انت حبيت تروح الناس تضحك عليك. المشكل انه قبل كاس العالم 20 يقول لك الجزائر في كاس العالم وراح تلعب. يا جماعه احترموا عقولنا، هذا الامر اساء كثيرا 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 للشعب الجزائري الرياضي والكروي، لاني عندي احتكاكات عديده جدا مع يعني ناس خارج الجزائر. والله يا جماعه هذا الامر اساء الينا جميعا، ومن يحب الجزائر ومن يهمه اسم الجزائر وقيمه الجزائر وكذلك باش الناس تحترمنا كجزائريين، هذا الشيء ما يعجبوش وهذا الشيء زحفه. هذا الملف تاع المباراة وتاع إعادة المباراة، وكل واحد تكلم عن إعادة مباراة ولا تكلم عن ملف ثقيل، هو أساء للجزائر من بعيد أو من قريب، بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. وإذا كان من الرسميين فتلك الكارثة وذلك أكبر وأعظم، لأنه الكذب موش مليح. إحنا اليوم رانا في أول نوفمبر تاريخ اندلاع الثورة المجيد. رجال صدقوا الله ما عهدوا عليه، ناس جاهدوا المستعمر الفرنسي بالحقيقه وبالصدق وبالثبات في الواقع. ها الناس اللي يجيبوا حق الجزائر، الجزائر اكبر من ناس سفهاء يعني ينشروا مثل هذه الامور اللي تجلب السخريه لنا كجزائريين. الجزائر اكبر من هؤلاء الكذابين، الجزائر عمرها ولا يجيبوا حقها بالكذب والتبلعيض والضحك على الناس. الملف الثقيل، واحد يقول له كل المقروض بصحتكم راكم في كاس العالم، واحد يقول له رانا حاطين ملف ثقيل وثقيل وثقيل جدا والفيفا راح تنصفنا وراح نشوفوا قسم واش راح يهدر. المشكل انه هذا الكلام تم نشره في القنوات الاوروبيه اذاعيه او تلفزيونيه، ناس يعني دارونا مسخره وضحكوا علينا يعني كيما جام يضحكوا على ناس. يا جماعه والله كنا مهزله، كنا مسخره. سبق لنا وان خرجنا من كاس العالم 2018، ما صرناش هكذا. في 2010 و 2014 كان عندنا لاعبين اقل من هذو، رغم الظلم الفاضح والواضح، الظلم اللي تعرضنا له في القاهره في 2010 والظلم الفاضح والواضح اللي تعرضنا عليه من التحكيم الافريقي الجائر، يعني لانه البعض يعتقد انه التحكيم فقط بدا يظلمنا في هذه الفتره، لا، التحكيم يظلم الجزائر من القديم من الازل، بصح جامي درنا واش درنا،
جامي درنا واش درنا هذه المره، لانه هذه المره هبطنا المستوى كثيرا. لما يهبط المستوى تاعك لانه المنتخب الوطني المستوى الكروي ولا المستوى الفني تاعو هبط لواحد الدرجه ما تتخيلوهاش. المستوى كان سيء وضحل، يعني ان في عندي كثير ما شتش ممكن لو نحي وقت ماجر، لانه انا اصلا ماجر لا احترف به، لكن المستوى اللي شفته في المنتخب الجزائري مؤخرا لا يختلف ابدا عن المستوى اللي كان في وقت ماجر. الان لما هبط بين المستوى الى هذا الحد، رحنا لوحد الامور اللي تجلب السخريه والضحك علينا الناس. الان رانا قبل كاس العالم ب 20 يوم، وين راه الكلام نتاعكم هذا؟ وين راه اللي الان اذا كنتوا على الاقل رجال خرجوا احتذروا من الشعب الجزائري، احتذروا من الشعب الجزائري. يجي يقول لك هذاك على الاقل قدم، انت واش قدم؟ واش قدم؟ ما نكذبش يا اخي، انا ما نكذبش باش نجيب الباز ولا باش نجيب المشاهدين ولا باش نطلع. كانت هذه القضيه كنت قادر ان نطلع بها القناه تاعي وجاتني يعني فرصه، لكن لا يا اخي ما نطلعش انا القناه تاعي بالكذب والتبرعيط والخرطي. انا لما نشوف المنتخب الوطني تاعي سيء نقول بانه سيء. يجي واحد يقول لك راك دير فتنه، يا اخي دي فتنتك وروح. الفتنه ما كاش في كره القدم، الفتنه كاين في امور تاع الدين، في الامور تاع المجتمع، الامور اللي تضر الامن تاع البلاد تاعنا، هذيك هي اللي يسموها الفتنه. الفتنه هي اللي تاثر علينا وفي حياتنا وفي الامن تاعنا وفي السلامه تاعنا وفي الدين تاعنا، ماشي في التفاهه تاع كره قدم. الان رجعنا لما انتقد مدرب يقول لي فتنه، وعلاش هذا نبي؟ هذا رسول؟ هذا رئيس؟ هذا يعني مسؤول اللي يكون نتكلم عليه يتاثر البلد ولا يا سيدي يقولوا لي كره القدم، المنتخب الوطني بصفه عامه، ارواحوا نتكلموا، هل راهو يسقم الحاله المعيشيه تاع الشعب الجزائري ولا اي دوله في البلدان؟ هاي البرازيل عندها الاف كؤوس العالم، مليار كاس عالم، لكن شوفوا كيفاش عايشين، الانتحار والافات والامراض. يا جماعه العلو بليز رجعتوا لنا كره قدم هي كل شيء، مش كل شيء، كره قدم لازم نحطها في مكانها، كره قدم هي امر تاع لهو. الفتنه لو صح راهو يأذن الاذان وانا راني نتفرج في المباراه وما رحتش نصلي، هذه هي الفتنه. هنا نعم تقول لي فتنه، اما اني ننتقد مدرب تقول لي فتنه، لا يا اخي، ها اسمح لي، راك فت الحد وفتوا حد التقديس. اي واحد يتكلم عن فتنه يقول لي راك دير مثلا فتنه، بين ما كاش فتنه في كره القدم، كره القدم فيها انتقاد ولا فيها مدح. يا اخي عجبني المستوى تاع المنتخب نمدحو كما مدحتو في كثير من الاحيان، والحمد لله الفيديو تاعي دائما نقولها ونعاودها راهو موجودين ومسحت ولا فيديو، الحمد لله. ماذا ما مسحتش الفيديو تاعي؟ لانه الحمد لله الوقت كل مرة يثبت أني ما أقوله صحيح والحمد لله، لأني أحاول أن أبتعد عن العاطفة قدر ما أشاء، وكذلك لم أسيء لأحد في شخصه، لم أسيء لأحد في شخصه حتى نضطر باش نمحي الفيديو تاعي بكل صراحة. ويوم مثلا اليوم قال لي أنتم يعني هضرت لي تسع، واحد قال لي في التعليق هضرت لي تسع سهلة لما تكلمت على عطال ووضعه على الجهة اليسرى، حطيت له لو ليان. يا أخي كلش بالدليل عندنا، حطيت له لو ليان وقلت بأنه روح شوف هذا الكلام، وبإذن الله راح نحطكم في الوصف اللي حب يشوفه، وكذلك راهو هنا الفوق راهو يخرج لكم الآن عن المنتخب الوطني الجزائري، وتكلمت بين الشوطين، درت بث مباشر بين الشوطين الأخطاء اللي راني نتكلم عليها الآن، تكلمت عليها في ذاك الوقت، تكلمت عن الوسط كان فارق، الهجوم كان معزول، الدفاع يعني كنا مبالغين في الدفاع، تكلمت عن تواجد عطال في اليسار وخسرنا يعني مدافعين وظاهرين، تكلمت على كل شيء. لذلك انا ما ننتظرش سقوط المنتخب باش نضرب، انا مانيش من الناس اللي ينتظروا سقوط المنتخب ولا الفوز تاعو، نقعد خازن كي تكمل المباراه بعدها نروح نشوف التعليقات تاع الناس واش راهي حابه ونجي نتكلم واش راهي حابه الناس. لا يا اخي ما عنديش العقليه ان نتكلم واش شفت بمنطق وعلى حسب ما شفت المنطق على الاقل اللي نشوفه انا. الكلام اللي قلته بين الشوطين مازال لحد الان نقوله، ما تاثرت حتى بملف ثقيل ولا بالسب تاع الناس ولا بالشتم تاع الناس ولا التوجه تاع الاغلبيه، لن اتاثر بشيء لاني اؤمن بما يعني انا مقتنع به. نقطه الى السطر، تكلمت عن اخطاء بالماضي بين الشوطين، وفي بين الشوطين قلت نعم في اخطاء تحكيميه، لكن الكوارث التكتيكيه اللي راهي في الملعب قلت عيب عيب عيب، عملت اربع سنين نشوف هذه الاخطاء، تكلمتها بين الشوطين وروحوا شوفوا. لذلك ضيعنا والكثير من الوقت في الكلام عن التفاهه وعن الامور التافهه، وخلينا الاهم والمهم وهو انتقاد اخطاء المنتخب الوطني. لنقول ونكرر واعيد، اذا حبينا المنتخب الوطني يتسقم لازم ننتقدوا اخطاء المنتخب، لازم نتكلموا على اخطاء المنتخب، اما الدبلوماسيه ونمسح على المدرب ونمسح على اللاعبين وبحجه عدم يعني اقامه فتنه، بحجه ان المدرب عنده اربع سنين من لده كاس افريقيا، لا يا اخي، هذه راح تدينا للكارثه وراح نتوجه باقصى سرعه نحو كارثه اخرى. لازم نصحوا الاخطاء نتاعنا، اول شيء نجيبوا اللاعبين اصحاب المستوى اللي ما كناش حنا حابين نجيبوهم.
والان باذن الله راهي كاينه اراده ان شاء الله حسب الاخبار، راهي كاينه اراده، ولما تحضر هذه الاراده هم رايحين يجوا. شوف هنا نورمالمون ديروا على الاستفهام وتخدموا عقولكم. هذو الناس اللي سبيتوهم، اللاعبين اللي سبيتوهم وشتمتوهم قبل كاس العالم، يعني لاعب ما حبش يجي كما قلتوا نتوما لانه كان ينتظر اذا الجزائر تاهل كاس العالم، او جاء الان لانه من قبل ما كانتش اراده، والان راهي اراده. اعزائي المشاهدين، على كل ان شاء الله نتمنوا الخير للمنتخب الوطني الجزائري مهما كان المدرب ومهما كانوا اللاعبين، احنا يهمنا المنتخب الوطني الجزائري يكون دائما في العلالي ان شاء الله. نتمنوا التوفيق لكاس في كاس افريقيا القادمه واللي بعدها وفي كاس العالم القادمه ان شاء الله. شكرا لكم على حسن المتابعه والاصغاء، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.